الوسط التاريخي في مدينة نابولي دخل قائمة اليونسكو للآثار العالمية ابتداء من عام 1995، وهناك يقع الحي الإسباني. تسمية هذا الشارع تعود إلى القرن السادس عشر، حين مثلت هذه الأبنية مساكن لعناصر الجيش الإسباني حين كانت نابولي تقع تحت سلطة التاج الملكي الإسباني. أنا أعيش في الحي الإسباني منذ ولادتي كما هي حال زوجتي. لا يمكنني الحديث إلا بأفضل طريقة عن هذا الحي على عكس ما يصرح به كثيرون. نحن نعيش بحرية كاملة وسعادة ونستقبل الجميع بمحبة. هنا كل شيء يدل على حالة من الفقر وأعمال السرقة وتقاضي الخوات، فلا يمكن لصاحب متجر أن يعرض بضاعته خارجا من دون دفع مبلغ مالي، أو حتى لمجرد ركن السيارة إلى جانب الطريق، فهذا الأمر يحتاج إلى منح هدية لأصحاب الخوات. يأتي إلى هنا العديد من السياح. لا يمكن أن أعبر عن حجم العدد الكبير من المتوافدين يوم وفاة دييغو مارادونا، لأنه كان يحب هذا الحي كثيرا. يحكى بأن المافيا الإيطالية المعروفة باسم لا كامورا تسيطر تماما على كل شيء يدور في مدينة نابولي، وتحديدا في الوسط التاريخي حيث نقف هنا. هذه المنظمة تعد مسؤولة عن أكثر من 3600 عملية اغتيال على مدى 30 عاما. في هذه الأبنية القديمة مكث جنود الإسبان على مدى قرنين من الزمن، لذا تختلط اللكنة الإيطالية مع الإسبانية هنا نظرا لتأثير التاج الملكي على المدينة الإيطالية. مايك شلهوب من مدينة نابولي الإيطالية، الميادين.